بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مكرونة باللحمة المفرومة، بس هنعمل اللي هي الصغيرة دي، مش هنعمل اللي هي الاقلام، وهنعملها في الفرن وهنحطها في الطاجن النية وهنجرب. يا جماعة انا اول مرة اعمل الطريقة دي، فهنشوف دلوقتي. خليكم معايا الفيديو للاخر علشان نشوف الطريقة دي حلوة ولا لا. دلوقتي احنا هنسوي اللحمة المفرومة، معانا اللحمة والبصل والفلفل الألوان، وطبعا حتة السمنة كده في الطاسة، وهننزل بالبصل الأول كده. هنديها كده دقيقتين كده على النار، يعني دقيقتين مش أكتر، وهنقلبها قبل ما ننزل باللحمة المفرومة. زي ما انتوا شايفين كده عمالين طالعينها، يعني طالعين فيها اليومين دول ترند 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 كل الشيفات. بصوا، هي طريقة كويسة، هي كويسة يعني، بس عايزة فرن معين، عاوزة فرن معين، وعاوزة تعملها في الطواجن الصغيرة احسن من الطاجن الكبير. دلوقتي هنقلب كده اللحمة المفرومة في البصلة بعد ما اديناها دقيقتين على النار. اهو كده هتبدا ان هي تغير اللون. هننزل بقى بالتوابل، الفلفل الاسود والسبع بهارات والملح. عندك بقى اي نوع توابل انت بتحبيه وتفضليه ممكن انت تحطيه، بس كده شويه الملح كده حلوين، عشان طبعا احنا عارفين ان اللحمه اما نعصجها لازم تحط لها الملح علشان خاطر ما بتاخدش سوى على النار. هنفضل نقلب لحد ما لونها كله الاحمر ده يتغير ويديكي اللون البني الفاتح. حلو الكلام، كلام جميل. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هننزل بقى بالطماطم، معانا طماطم قطع صغيرة، والفلفل الالوان برضو مقطعين وقطع صغيرة اهو كده. وهنقلب وهنديها برضو وقتها كده دقيقتين على النار، وبعدين ننزل بالفلفل الالوان. بصوا، يا اما نعصج اللحمه برضو مش بتاخد اكتر من 10 دقائق على النار، مش هتاخد وقت، ما بتاخدش سوى يا جماعه اهو كده. هننزل بقى معلقه صلصه حلوه كده وجميله، هنسيبها تستوي علشان خاطر نحضر لاحلى طاجن مكرونه باللحمه المفرومه. وعاوز اقول لكم برضو، انا الصلصه بتاع الطماطم كانت تقيلة، كان لازم تخف شوية كده، برضو لازم الصلصة تبقى خفيفة لو هنعمل الطريقة دي. وهنحط المكرونة بتاعتنا نية في الطاج، مش هنسلقها يعني في المية، وهنحطها نية في فإحنا هنخلي الصلصة بتاعت الطماطم خفيفة خالص خالص خالص. ماشي ماشي، أنا بقول علشان ما حدش يقع في نفس الغلطات اللي أنا وقعت فيها. زي ما انت شايفة كده، هنقلب بقى كده، وهنسيب بقى اللحمة المفرومة تاخد وقتها على النار. كده هي خلاص كده استوت وبقت زي العسل. هنحضر بقى الطاجن بتاعنا، وهنجيب الطاجن وندهنه في الأرضية كده سمنة، معلقة سمنة حلوة كده. ومعانا الصلصة بتاعت الطماطم أو عصير الطماطم، هنحط ملح وفلفل أسود. بس هو كان عصير الطماطم ده كان تقيل شوية، كان لازم الطماطم لما نضربها لازم نخفها خالص اكتر من كده. هنجيب بقى المكرونة وهنفضي نصها الكيس. انا جبت كيس من اللي هو الكيلو عشان خاطر الطاجن ده كبير. هنحط كده شوية في الارضية، نص الكيس في الارضية، وبعدين هنحط اللحمة المفرومة. يلا نشوف كده اهو. توزع بقى المكرونة علشان خاطر ما تبقاش في حتة اتقل من حتة كده، او مكان اتقل من مكان. وهننزل اللحمة المفرومة اهو كده. هننزل بقى شوية المكرونة اللي فاضلين. بنقول تاني، لو هنعمل الطريقة دي وهنحط المكرونة نية، اي نوع مكرونة على فكرة يا جماعة، مش لازم الاقلام يعني، فهنحط هنخلي عصير الطماطم خفيف خالص 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 اهو كده. هنزل بقى كده بالطماطم
وبس كده هنبدأ ان احنا مولعين الفرن من قبل ما نحضر الطاجن عشان يبقى سخن. هنغطي بقى الطاجن كده بورق الفويل ونحطه في الطاجن. بعد شوية، بعد ربع ساعة كده هنشيل هي مش هتاخد وقت في الفرن مادام الفرن سخن. هنشيل ورق الفويل زي ما انتوا شايفين كده، وخلاص كده هي استوت. وهنحط جبنة موتزاريلا لو عندك جبنة موتزاريلا، ما عندكيش خلاص اهو كده. هنديها بقى الوش. وللأسف برضو الجبنة الموتزاريلا النوع ده يا جماعة، بصوا هو احسن نوع انا جربته وبستخدمه على طول، الدومتي. بعد ما خدت وقتها برضو النوع ده مش بياخد وقت، لكن الدومتي مش بتاخد اللون ده في الفرن. بصوا بقى كده الجمال يا جماله، والمكرونة مستوية وجميلة وزي العسل، وكان طعمها حلو برضو مش وحش. احنا نقيم التجربة دي هنديها 8 من 10. يعني بصوا انا بطبخ وبعمل وبقيم نفسي. حلو قوي. بس وهنغرف بقى وبالهنا والشفا على اللي هيعمل. كان طعمها حلو وتجربة حلوة، ان شاء الله هنعملها تاني. بس هنظبط بقى المقادير بعد كده، وهنعمل بقى في الطواجن الصغيرة. وشوشو حبة ان هي توريكم الجبنة الموزاريلا، وشايفين المكرونة هي حلوة خالص ومستوية اهو كده. هي عاوزة اجيب لكم اللقطة اللي هي الجبنة الموزاريلا بتشد. عسل يا شوش. دوسوا لايك لو الفيديو عجبكم، وكان معاكم الفقيرة الى الله رباب الجدام. دوسوا لايك على الفيديو يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله.